بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الساقية الحمراء، سكان الوديان الثلاث، جماهرنا في المناطق المحتلة، مخيمات العزة والكرامة، في أرض اللجوء، جماهير الجبهة الشعبية، التحرير، الساقية الحمراء ووادي الذهب، مسلمين عليكم، مسلمين على المكون الصحراوي أينما كان وأينما رحل وارتحل في أي مكان من أوروبا، في مخيمات العزة والكرامة، في المناطق المحتلة، مسلمين عليكم من الوديان الأربعة. وبادين معاكم يوم 26 من شهر 10 2024، العايدين من عاد إلى أرضه وسلامته وملكه ووطنه وأحضانه واعترف بخطأه ومس التراب وقبض وظيفته ومارس حياته اليومية ودخل واستهل ولبشه من عندهم وعرف على أن كل شيء يعود إلى أصله. والعايبين ذو اللي يشكلوا ذا النوع من الحركات ويقيموا الزوابع ويقيموا الفتن بين الأسر ويقيموا البلابل، تمكوا ما بس من طريقة قد الثيق فيكم المملكة المغربية، وهي عاطتكم بطاقة تعريف وطني من 12 شاهد، وبالأمس القريب رافدين السلاح بالبندقية تخبطوهم وكاتبين عليها بالبندقية ننال الحرية، وتخبطوهم وتقولوا لهم يا الشهيد ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح، وتخبطوهم وتقول لهم لبديل لبديل عن تقرير المصير، بس من طريقة قد يشكوا فيكم يثيقوا فيكم هم ويعطيكم الثيقة ويقدموكم انتم علينا احنا اللي راسخين على مبادئنا وراسخين على وطنيتنا وراسخين على شعارنا الخالد الله الوطن الملك من 1975. احنا منزلنا على شعارنا الواحد ندافع عن ملكية الصحراء، وهذه 2024 وهذه الذكرى 25 لاعتلاء صاحب الجلالة والمهابة محمد السادس نصره الله وأيده أسلاف عصره الميامين، وقاد معانا ذي المسيرة من مزال ولي عهد من 75 6 نوفمبر المسيرة الخضراء المظفرة، بس من طريقة يفضل كلامكم على كلام نحن، وبس من طريقة يعطيكم الميزانيات ما يعطيها لبناء نحن ويشغلهم ويديرهم في الوظائف القدامية ويفتح لهم مجال للعمل وفرص العمل ويفتح لهم الصيد البحري ويفتح لهم الفلاحة ويفتح لهم الأماكن كاملة، لأنها أبناء مخلصين على شعار واحد الله الوطن الملك ولا قطفنا ضدكم سلاح. لماذا تتخاطبون مع هذا النوع ويضحك عليكم بالمؤتمرات وتعطوه الميزانيات الباهظة ويقول لك الحركة الصحراويين من أجل السلام؟ سلام بين من ومن؟ أصبحنا قدام عصابة إجرامية، دافعوا عن مبادئكم، قيسوا حقوقكم، قيسوا مطالبكم الاجتماعية، هبوا هبة واحدة من كحالة أرقان إلى القويرة الصحراء لهلها والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب قابضة بنادقها والجيش الشعبي مرابط إلى العدو في الجدار الذلي والعار والاتحاد الأوروبي وقف لكم ووقف ثرواتكم بأولادكم الزعماء اللي ما باعوكم ولا اشراوكم ولا جابوا لكم الزبدي للسماوي للحو وللسنتيسي وللهرزة ولسعيد اللحية، هذو أولادكم المرابطين لكم في أوروبا، ورحموا على شهدائكم اللي كانت تتناظر من هذا أجل هذه الملفات اللي وقفت على الصح وعلى راسها خداد رحمه الله ورحم الله كل الشهداء. قوموا مع أمات الشهداء، قوموا مع المعتقلين، قوموا بالوقفات، طالبوا باستقلال أرضكم، طالبوا باستقلال ثراوتكم، طالبوا بكرامتكم، طالبوا بتوقيف الفساد. هذه 16 طيل المفتوحة فيكم للسياحة يدمروا فيها أولادكم ومناتكم، وفيها صور البعض وليس بالعموم، بعض من نقول بعض خارج بعض المنتخبين المقبوضين أفلام ووصلونا ولنا نستروهم. أرجعوا لشعبكم، أولياتكم هم واقفين ما قديتوا توقفوا تندوا بيهم ولا قديتوا تتكلموا وتعرفوا عن أصواتهم صبتوا عليكم، تعرفوا عنهم تعرضوا للظلم وذلك العام وذائقين من طرف المحتل. منين انتم ودراريكم ومنين انتم وعرضاتكم ومالكم التبذخوا فيها؟ رأينا عرفناه وعرفنا من منين جاي. الحو 160 رول، اللحية 180 رول، الثاني كاملين 100 100 100، مع تجارة المخدرات، مع الكوكايين، مع الحشيش، مع جهنم الحمراء، وهذا ما يقدوا عليكم؟ قيسوا وحدتكم،
قيسوا ترسيخ صفوفكم، قيسوا مطالبة بثرواتكم واستقلال أرضكم، دافعوا عن قيادتكم بزعامة إبراهيم غالي الراجل اللي أيديه نظيفة، دافعوا عن أموات الشهداء اللي ضحاوا 50 عام، دافعوا عن كرامتكم، دافعوا عن أرضكم، أقبضوا حيوانكم، كثفوا المطالب الاجتماعية، مرقوا للشوارع، مرقوا للمحتلين، اعتولوا عنكم موجودين والعتولوا عن ما ضاع حق وراه مطالب، اترابلكم ثرواتكم انتهبت الليل والنهار 50 عام، من دبي فلين عاش في الداخل ما فيها صحراوي، ما فيها صحراوي، فيها 70 كرطية ضرب وموقفة فيها 130 كرطية، زايد الجماعات، بعض رؤساء الجماعات كله يستفاد من 25 كرطية، يا ترى نعرفوا ليش؟ وعندنا في العيون واحدين يستفادوا من 60 60، جايين العيون حلقة وحدها وذول يقضوا 60 كرطية، نعرفوا ليش؟ فيها العساس وفيها الكارديان وفيها البوي وفيها السمو وفيها التراب، والناس تذي هي قالبة شتوكم كثير من معروف قالبها كتوب تلك قالبينها الفكارية، يا اللهم إن هذا ظلم، أرقاش خلاقة في التراب وكاري فيها هذا ظلم، أرقاش خلاص مدينة فيها 50 كيلومتر مربع كاري ما عنده فيها بل منين يسكن كاري فيها، يندعم عليه المحتل الليل والنهار، تقضض عليه آلاف المغاربة، قوموا شر المطالب، مرقوا شر المطالبة بالاستقلال، استقلال الأرض، كروها ووقفوا بها، الصحراء صحرتنا ولا بد لها من تعود الصحراء مستقلة، عاصمتها العيون، الدولة الصحراوية، الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، اسمها عريض الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، بزعامة الأمين العام وبرئاسة الأمين العام للجبهة الشعبية إبراهيم غالي، وقفوا سمعوها وكروها وكتبوها غدا على الحيوط، والليلة باتوا سارين، أهل العودة لفاضل، أهل معطلة، الراحة، الأمل، 84، 25 مارس، تكساس، الأماكن المتواجدين فيها الخوانة، قيسوها، الحيوط تصبح مكتوبة عليها شعاراتكم، وطلبوا مطالبكم الاجتماعية، وكثروا من الوقفات، الله معاكم والنصر حليفكم، والجبن مالكم من أهله، والعار مالكم من أهله، وإذا ما قضيتوا انتفاضتكم وساندتوا الجيش الشعبي لا يتموا بفم تطلبوا الصدقة، لأن احنا ذا اللي نتكلموا به نتكلموا بالملكية الراسخة، نحن لا جدالا في ملكيتنا، ما حبتنا للعرش العلوي المجيد اللي تبقى صامدة، لا تصيدوها انتم ولا تجبروها في الملعكير، لا تسرقونا فريتين، نحن ملكيون، احنا فطلنا لجميع الامور قريناها عن بعد وعن قرب، ما ترينا ندافع عن الوطنية ولا ترينا ندافع عن الاخلاص، هذه كلمات عشوائية، احنا ندافع الان عن الملكية، عن العرش ومن جالس على العرش اللي هو محمد بن حسن بن محمد بن يوسف، الله هو ولي الأمر، انتوما تموا مسكرين داخل مسكرين، أقل أعرفوا عنكم تذلي مسكرين، مسكرين شي دارق والمدرق بالأيام عريان، وانتوما عاد الأمور لا تتعرى عليكم، حيوانكم يوكلوه المغاربة ظلما وعدوانا، ظلما وعدوانا، حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم، ولا ضع حق وراه مطالب حرب التحرير، تضمنها الجماهير والجماهير يلتا توخذ تكثف من طلبات الاجتماعية، وهذه اللصوص لا يتموا كل ليلة نجيبوا منها 10 قلفة، المفسدين أصحاب المال العام، بعض المنتخبين الفاسدين، بعض المنتخبين البائعين التزيير وبائعين الدم واللحم، بائعين دم الشهداء ودم المعتقلين، الله وكيل فيكم، الله تبارك وتعالى يخلص منكم، تموتوا لا بالسلطنات، انتم ما فيكم حد ميت اكسيدان، بكم وكيل احرام كده يقول مات كاتل سرطان، يدور يجيكم سرطان قالوا 2025 هو استقلال الصحراء، قوموا 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 قوموا، عندكم لين الواجب نادى للشعب تلاحق وتنادى، وتركتوا عنكم الإبادة وهجمتوا هجمة عنيفة ما هي معتادة كالعادة، من العرقوب اللي طيفه وتميتوا جيش القيادة، ضريك عادت 50 عام خريفة، ثلاثة تقدر بولادة تحاولكم بصنصيفة، وانت يفيكم في السيادة رغم علمها مات وتيفة،
وتواصل أمور خفيفة لعلت الشد إرادة فوجة عاصفة ناسفة خير تموتوا الشهداء يا الناس من تموتوا جيفة لا تموتوا جيفة سوسوا القمار عنكم قضوا قايسين المحتل بركان مشتعل تحت أقدام القزاة قوموا مطالبكم مرضكم وثروتكم قوموا مع جبهتكم ومع جيشكم ومع شهدائكم ومع معتقلينكم حياكم الله سيداتي بندر حركة سلام ايش السلام ما نجبر في القدام والسلام ما نجبر الوسط والسلام ما نجبر اللور والسلام ما نجبر في التأييد والسلام ما نجبر في سحب الاعتراف والسلام حتى في القناسلة اللي بدرت فيها الدولة مجهود عظيم وجابت جميع قناسل العرب والخليج العربي وقناسل الإفريقية والقناسل الأوروبية حتى انتم ما شفناكم متجو وتعطوا فكرة دي القناسلة عن شن هي مغربية الصحراء وشن هو ارتباط الشعب الصحراء شن ارتباط الصحراويين بالعرش العلوي المجيد وشن هي ثوابت روابط البيعة بين أبناء الصحراء والملوك العلويين إذا ما قد جيتوا تعدلوا منه ندولة قد جيتوا تعدلوا منه دورة حتى نطلع رئيس فرنسي على الملأ متحدي كل العالم ما طلعت وجبتوا بيان بأنكم تهنوا الرئيس الفرنسي ثم ذا المربوح منكم شنو السؤال طارحينه للمملكة المغربية احنا كصفتنا كرعاية صاحب الجلالة لا تفضلوا علينا من سبقناه إلى إخلاصنا لملكنا لا تسبقوا علينا حد احنا سبقناه بالملكية وسبقناه بالبيعة احنا قدمنا البيعة 6 نوفمبر في العيون احنا اللي رفعنا فوق الترسيو الراية الحمراء احنا قدمناها 14 قشت باسترجاع اقليم واد الذهب احنا قدمنا الراية الحمراء على راس السمارة واحنا قدمناها على راس بوجدور واحنا قدمناها في كل مكان حضرت فيه ملاحم قواتنا المسلحة الملكية واحنا اللي ماتت فيها اولادنا كاتل اولادها معنى عنكم لا تفضلوا علينا حد ولا تديروا علينا حد وردوا حساباتكم اذا تصبوا في ذا النوع من الحركه قعدوا معاه وقولوا لها جابت لكم من الاعترافات وسحبت به من الاعترافات وجابت لكم من المبادرات وش عدلت لكم من الامور واذا عاد لا الهضره حبقا على ورق ولبسه الدراع وكله يوقف عند ميكرو هو من نفسه شي يتكلم بالطريقه اللي يبغي يتكلم لا يتم احنا نتكلموا لكم في مايكات اذا دخلنا للامم المتحده محصلين 74 ما عندنا احنا عندنا رقم التعددي ما عندنا رقم الاستمارة احنا محصيين وبحرفنا وبحروفنا واحنا موروثين عن المستعمرة الاسبانية ونوصي الصحراويين كاملين في الوديان الثلاث بينهم يلتحموا وبينهم يتخاووا ويتحالاوا على ارضهم وبينهم يديروا ليد في ليد ويمشوا وراء جلالة الملك لا تمشوا وراء حد امشوا وراء جلالة الملك لا تمشوا وراء والي ولا تمشوا وراء عامل ولا تمشوا وراء منتخب امشوا وراء جلالة الملك بشعار واحد الله الوطن الملك وحركة السلام تمشي إلى سلام ليس موجود على أرض الواقع تمشي للسلام تلود له بين فلسطين وإسرائيل والله تمشي تلود للسلام بين أمريكا وإيران والله تمشي تلود للسلام بين طاكاشستان وتركمان والله تلود لها بين الأكراد والعراق أما الصحراويين في أرضهم سالمين قانمين من منهم ملكي فهو ملكي ومن منهم مناضل عن أموره فهو مناضل عن أموره لا ينقسم الصحراويين إلا على قسمين وكله عنده مبدا وكله عنده أمر وكله عنده قناعة وكله يحترم الثاني من قناعته احنا ما أنا ما يجد حد ينازعني في ملكيتي لأني ملكي ولا يجد حد ينازعني في مغربيتي لأني مغربي ما مشيت نخبط ما مشيت رافد سلاح جات علي مزلت معاك حفظكم الله المتحدث سيداتي بندر حياكم الله.